صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في الجزيرة هذا الصباح. صباح الخير محمد. صباح النور، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأرقت الدول وأدت إلى انهيار منظومات صحية بأكملها، أثار ظهور المتحور الجديد دلتا مخاوف وتحديات جديدة أمام الدول وأسئلة عن فعالية هذه اللقاحات ضد المتحورات الجديدة. ليس هذا فحسب، بعد طول انتظار لهذه اللقاحات ظهرت مشاكل تتعلق بعدالة التوزيع، خصوصا في الدول الفقيرة، تلك التي تعاني من الحروب والنزاعات. ضيفة من اليمن ستطلعنا على أبرز هذه التحديات والحلول المتاحة. ولن نبتعد كثيرا مشاهدين عن عالم الرياضة، فأبطالنا العرب ممن شاركوا في أولمبياد طوكيو حاضرون في صباحنا، وسنستمع معا لقصة لاعب التايكوندو الأردني صالح الشرباتي. صالح الذي نال الميدالية الفضية حاضر معنا في صباحنا، وأيضا مواضيع منوعة حاضرة نتابع أبرزها معا في هذا الصباح. قصص ملهمة، أطباء يردون الجميل لأوطانهم. نقوش جيبوتي الصخرية، ما دلالاتها التاريخية؟ نسيج الباتيك، تراث شرقي مغزول بخيوط. نذكر مشاهدينا الكرام بالمشاركة من خلال صفحة البرنامج على للإجابة على سؤال موضوعنا اليوم.